انا اتذكر هو اشعار. لا دقيقه لا تتذكر دقيقة. ابيك تقلد شعر. ايوه قلد شعر حسن. انا اقول لك لو سمحت استاذ حسن عشان الشباب قولوا لا اله الا الله بالله بعد اذنك شعر. طيب قول لا اله الا الله حق ما راح اتكلم ابدا بس حسن طالعني غدا ما اخذ رمز هذا رمز بيني. لا 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 قلده انا غدي بكره ترى ما يبغى له شيء ترى نقول شعري اذا ما قلدته بنقول تمثيلك لك عليه. اي نعم بالله تقييم بيروح صفر كل شيء الا السيفي لا ينقص كل شيء الا الهيستوري هذا مع صاحبك ما سمح يا حسن يعني انا بس صديقك ما سمح تكفى الحين نبدا يلا عشان الربع يلا يلا خلينا نستمتع تم والله صبر ابغى ابدا بسالفه قد جابها كذا ربع دجاجه ها ربع دجاجه ترى يطالعني بياخذ مني حركات ما راح اسوي شيء اي احفظها وانا ماشي مع قسطن ذي اللي في الديره وماشي مع صديزي تقييم سيء يا شباب لا لا صديزي وانا ماشي مع صديزي 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 ماني من القصيم انا تقاطعونه لا هو يقول صديزي ومره يعني مرات مش مع الوالد والوالد اعطاني قصيده يقول فيها يا بحر الشوق يا بحر الغرام وانتم حاطين الغداء احنا حاطين الغداء يعني اي الوالد يعني يبغى يلهينا عن الاكل ذيك الساعه يقول يا بحر الشوق يا بحر الغرام ماني حولك هذا سعد الغامدي سلام وشو خلوه ياخذ راحته حركه اليد صحيحه 100% سم سم هو عنده لدغه في زياده لدغه قولها بالسين يا بحر السوق انا معي دوره في الالقاء الحروف عندي تمام ايوه يا بحر السوق يا بحر الغرام وانت تسوي كذا لا انا اشوف التقييم ما يدخل ما طلعت طلعت حسن كل شيء يسوي كذا حسن طلعت كلامك صح يا شباب انتم تعرفوني الان قرابه الشهر اي والله فاقول لك تقييم الدور تقليدك سعد الغامدي نوعا ما ممتاز سعد الغامدي انا عن نفسي صراحه ماني ممتاز ارشح نفسي لكن انا سيء جدا تدري ليش؟ لانه هو جاب حركه ال يا شباب وش حركة الوجه. اليد طيب انا اتكلم كذا اي هذه صح ولا لا حسن انا اتكلم كذا اي الجمهور اول ما قاطعته قلتها وش قال اول كلمه ايش قال قال تقييمي انا تقييمي مدري ايش كذا لا لا في تصفيره تطلع كان في تصفير سيء طيب اقول هو لازم يبالغ ترى يا شايف ناخذ اراء صل على محمد اللهم صل رايك يا محمد والله شوف هو اخر شيء قلده بالحرف انت عندك لدغه هذه لهجه مثلا القاف ما نقولها قاف لا لا انت عندك انت ملدوغ في السين مدري الصاد سين في صفيره والله خفيفه هذه كان ما في غدا ممتاز هو هذا قصده كذا هو قلدك في الاخير طبعا هو لازم يبالغ يا اخي هو التقليد لازم تبالغ طبيعي طيب عطنا حركه محمد هذه وقلد لي محمد اي محمد محمد ترى يقلدكم محمد الدبيان محمد الدبيان ما في غداء ما في عشاء ما في شيء ترى والله محمد لسه محمد اعطيك النظاره ما يقدر عنده نظاره عنده نظاره دقيقه اكبر حسن قلد لنا الدبيان والله قلد الدبيان هو ما اتوقع اصبر والله لسه ما لسه طيب قلد لنا عبد الله جابر وش تبي انت؟ انت لا ما عبد الله جان سعد 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 الغامدي انت مسبع ام الكوثر يا جابر قلد جابر جابر ابن الحلال عن جابر ما عندك تضحك بس انا طالب سموك الكريم بطلب ثاني تقليد السيد جابر يلا بس ما تنام ايوه هذا اهم شيء لا يا شيخ تسدحي الفروه لا سعد سعد جابر لا ما يعرف كان جنوبي عارف لا سعد وعلي سعد يلا سعد الغامدي سعد اعطيك شماغ القصه الفم طالع الفم شماغ اي هذا ورا يلا حط الشماغ لهنا ها شباب البث بدا ولا باقي؟ مصورين اقول لكم حاجه ترى القصه اللي قالها محمد بحاج والله انها قصة صحيحة وحصلت لي وأنا في المستشفى أمس نداوم 24 ساعة لا حول ولا قوة سعد راح فيها سعد
ايوه انا بسالك يا حسن. اي طبعا يا سعد يا سعد نفسه والله كذا شوي حسن انا بسالك إيه؟ انت مستاذن من سعد بتقليده؟ إيه؟ والله ما يصلح والله والله ما يجوز ما يجوز جيب شمعة. لا 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 ما يجوز ما يجوز ما يجوز ما يجوز ما يجوز ما يجوز عد الوجه عد الوجه عد الوجه قاعد خلاص تمطمط الله يصلحك الله يصلحك يا حسن قال متكلم يتمضمض يتمضمض؟ والله يا حسن اشوف لازم تستاذن اتق الله اتق الله لا ابد ابد والله بيطلعك في ال حبيب كلمناه والله قبل شوي قلنا له ترى ليت كل الناس سعد والله حبيب حبيب هات هات شماغي بس يا اخوي ما تقدر تقلد مره ثانيه ترى عندي قمر يا سعد يا سعد يا هاني سمعي ما تقدر تقلد هاني حسن ما تقدر تقلد لنا هالوليد والله هالولاد لسه عليه شيء غير الفروه والانزوايه ذي انت تروح معي واجد احتمال لا اخطفك على فكره امك بالهايلس احتمال اعديك بالنوم لا لا هذا صحيح صدق شوف صدق بالنسبه للنوم حسن ارحموني حسن والله انا مقدر انا مقدر جدا يلا الجو هنا اليف ومأنينه فتنام عطنا حركه محمد بيقلب والله انا لسه قاعد اخذ يلا يلا ما في مشكله يلا لسه محمد قاعد اخذ اتوقع لهجه اهل الرياض بس لا يا شباب حركات صبر صلوا على محمد اللهم صل وسلم انا عندي قصه لا صدق ابغاك تقلدني صدق يلا 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 الحين بديت التقليد ها اي اوكي يا اخوان انا طبعا تعقيب لما قال الشايع طبعا الموضوع اللي رتم كان مره عالي حتى يوم كذا وانا ماشي نفس القصه حصلت لي هذه القصه ويعني كانت عباره عن مجموعه احياء ولما قابلنا ذاك اليوم وحنا بالزريبه لا لا رجع تعرف الزريبه تعرفون انتم اي بعدها مره اي صحيح هذه اهم شيء هذه الحل هذه صحيح قلدني قلدني يا لا 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 حبيت انا وياك ماخذين اسبوع مع بعض اي بس ثلاث ايام في الفندق عندنا ترى جاب صحيح؟ ايه الله سحب على امك قلدني ما لا 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 شفت قلدتني وقلدت شايع وقلدت الا جاب والله قام شيء بالحلال والله جبت هذه خلاص نبي 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 جابر عنده هو بالصوت يمكن لا لا قاعد اعدل والله يا دان والله لخطفك ترى لسه ما جت والله ما اعرف لسه لسه حركه العيون ما طلعت ما طلعت لسه طيب لف على محمد طيب بحج خاصه مع النظارات الجديده ما شاء الله الازرق اوه الازرق يا ابو اختيار معاذ ترى والله ما يمديني معاذ مين معاذ مين يا ابو الازرق اح على شغلك ايوه لا يوقف لا 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 حاول تقلد لنا محمد يلا قلد والله من طيب من من, من 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 تعرف تقلد من الشباب حق البرنامج من تحب تقلد هشام من بقي ما قلد يا رجل بضع مر عليهم كلهم فندق قلد العالم لما تتابع سنابات اعوذ بالله والله صراحه قسم نص هند دوام ولا برنامج ولا سناب شوف شوف جابر الله يرحمه لا لا صدق شوف مين اللي والله ما دريت انا عن سالفة مقطع الدوام ما شاء الله عليك لكن دوس دوس عطني قلد لنا محمد والله مقطع الدوام صدق ما تشوف يا صحيح والله يشوف قلد لنا محمد محمد ما اخذنا عليه شيء والله لسه ما اخذنا عليه شوي شوي طيب يا بشر قلد بشاره شوي بشاره والله قلدوا اليوم الصبح قلدوا طيب ايش قلدتوا؟ هذيك ايش اسمه؟ حق ايش؟ القصيم ايه بالقصيم اي حدسي قصيمي وراو يوم ينود 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 لما ينود اي ينود اي هو قال لي قال لي عندنا بالقصيم قال لي وقت ما ينامون وبداية نوم عندنا ينود قلت له وش هو ينود ذا اللي تحسونه قال ينود يعني يسوي سدى اي كل مره يرمي يرمي مقصات عندنا بجدة يقول يرمي مقصات سدى يعني يسوونه اي ولما يبتسي ما تعرف هو يبسي ولا يضحك مره سنونه طايحه لما هنا والله كيفك فك النظاره طيب انا بطلب من هاني العكس هاني قلد لنا حسن والله شوف انا ماني مبارع في التقليد حتى هو مو بارع لا لا هو ما شاء الله عليه صحيح ها يلا عرفت معنى وش قال قلد ما اعرف قلد والله بس زي ما قال لك ارمي مقصات يرقى سنود ايوه طيب طيب قلد لنا غير اشاره شوف اليوم اليوم جايز لي الموضوع انا تقليد مقزرين عليك والله تراني احب التمثيل على الخفيف على الخفيف بلف اشطف شطف
طيب دقيقة دقيقة، ايش معنى ينود يا حسن؟ اه ايش معنى ينود؟ قال لي ينود يعني يعني غفي. اي غفي اي كذا. ايوه غير غير بشاره من قلد يا ابو حاج؟ عبد الرحمن عارف قلد. عبد الرحمن عارف لا ما ما قلدته، بس هو لما يضحك يلا قلده. كيف باقي شويه كذا يقول مابي 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 ابي 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 لا 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 ايه هذا حقته. طيب هذا حقته. طيب هشام قلد هشام. لا والله قاعد افكر هشام هو يجيد البعض تقليد البعض، ما هو بالكل هو يجيد تقليد الكل، بس تقليد واحد صار عنده لازمه معينه خلاص شوي. ها طيب قلد قلد ايش اسمه هذا وانت بتمشي على الشبكه.